الامر الثاني هو بيتعلق بمنتخب مصر. منتخب مصر كابتن حسام البدري احنا مقبلين على معسكر شهر مارس عشان نستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر، مباراتين مهمين جدا في اطار تصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه. الكابتن حسام البدري حدد 36 لاعب محلي، او بشكل عام 36 لاعب بشكل عام محلي ومحترف، علشان يختار ما بينهم القائمه النهائيه الخاصه بالمعسكر المقبل. طيب 36 لاعب محلي و42 القائمه كلها، حلو كده. مختار من الاهلي حوالي 11 لاعب. انا هقول لحضراتكم اسماء اللاعبين كلها اللي اختارهم كابتن حسام بدري كقائمه مبدئيه، وفي الاخر هيختار ما بينهم القائمه النهائيه. زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد ابو جبل، محمد بسام، شريف اكرامي، عمر رضوان، ما شاء الله عليه عمر رضوان مميز جدا. خط الدفاع محمد هاني، احمد توفيق، احمد حجازي، محمود الونش، محمود علاء، علي جبر، ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح، محمد حمدي، احمد ايمن منصور، محمد عبد الغني، اسامه جلال. تمام. خط الوسط طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، اكرم توفيق، مهند لاشين، وامام عاشور. الخط الوسط الهجومي محمد صلاح طبعا، احمد زيزو، عبد الله السعيد، قفشه، تريزيجيه، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، يوسف اوباما، محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد ابراهيم، واحمد سمير. وفي خط الهجوم كل مصطفى محمد، كوكا، حسام حسن، محمد شريف، شادي حسين، احمد ياسر ريان. بصراحه كلهم لعيبه مميزه ولعيبه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. نتمنى يا رب كل التوفيق للكابتن حسام البدري وللقائمه اللي هيختارها. كابتن حسام البدري مدرب كبير، ان شاء الله عندنا امال كبيره جدا في نجاح المنتخب من خلاله. دي القائمه المبدئيه، واكيد خلال ايام قليله هيتم الاعلان بشكل رسمي عن القائمه النهائيه بخصوص منتخبنا الوطني في المعسكر المقبل نهايه شهر مارس، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.